أعمال درامية كثيرة ينتظرها الجمهور بعد أيام قليلة مع بداية شهر رمضان المبارك. فوشيا وفي هذا التقرير بحثت في أبرز التحديات التي تنتظر نجمات سوريات خلال الموسم الجاري من ناحية الشكل والمضمون، إذ قررنا التحدي وخوض المغامرة أمام الجمهور والنقاد على السواء بتفاصيل مختلفة في شخصياتهن. تدخل النجمة أمل عرف هذا الموسم تحدياً كبيراً على صعيد المضمون وعلى صعيد الشكل من خلال مسلسل سايكو، وتؤدي عرف في هذا العمل 5 شخصيات مختلفة كأول ممثلة عربية تخوض هذه التجربة في الدراما العربية. وهذه الشخصيات مع اختلافها ستجمعها مشاهد كثيرة خلال العمل. ومع هذا التحدي الذي ينتظره الجمهور العربي تدخل تحدياً آخر بأدائها شخصية الجدة، فلم تجد عرفة مانعاً من تغيير ملامحها الشابة لتظهر بعمر الجدة أمام إيمانها بأولوية الفن وقوة الشخصية وتقديم التفاصيل المثيرة والحقيقية. فكيف سيستقبل الجمهور شخصيات محبوبته الخمس في رمضان؟ اشرب هيك من النهار، أنا طخي من هون والعجلة تصير وراي من هون. تعتبر النجمة سكران مرتجة من الفنانات القلائل اللواتي يظهرن في الدراما وأمام الجمهور دون ما مكياج، وهذا ما نراه في عملها الحالي مذكرات عشيقة سابقة، والتي بدأت تحصد نتائجه الإيجابية وردود فعل الجمهور المأخوذ بأدائها القدير بعد عرض حلقاته الأولى حول شخصيتها هدى. كما أنها تدخل تحدياً كبيراً من ناحية مضمون شخصيتها في مسلسل وردة شامية، حيث تؤدي دور شامية المجرمة التي تحترف ارتكاب جرائم القتل، إضافة إلى وجود كاركتر خاص بشخصيتها مختلف عن كل أعمالها السابقة. فهي وبالرغم من إنسانيتها الكامنة في الشخصية تظهر شراً سيراه الجمهور من أقصى ما قدمته خلال مسيرتها الفنية. وسننتظر كما الجمهور خبرة مرتجة التي تتقن ترجمتها إلى نجاح وتألق. إلك خلاصي خلاصي سنيري على عزيزة تبعك. وفي العمل ذاته وردة شامية تظهر النجمة سلاتة معمار بشخصية وردة المجرمة شقيقة شامية، والتي تخطط وتنفذ معها لاستغلال ظروف وارتكاب جرائم القتل. معمار التي اعتاد الجمهور عليها بشخصية مختلفة تماما تخوض تجربة تحدي المضمون، وهي على قناعة بأن الجمهور يستطيع التفريق بين ما تكون عليه في الدراما وبين ما تكون عليه في الطبيعة، رغم أنها لا تخفى في خوفها عند الحديث عن شخصيتها وردة بقولها دائما الله يستر. ونحن بانتظار رد فعل الجمهور حول الممثلة الشفافة والجميلة بشخصيتها الشريرة. وعدك يا خانو رح ترتاحي على الآخر، لا هم ولا غم، روان. تشارك النجمة سوزان نجم الدين في بطولة مسلسل شوق، وتؤدي فيه شخصية روز إحدى سبايا داعش، كما تعاني وتعيش ما تعيشه من ظروف قاسية وألم وقهر. سوزان المعروفة بأناقتها وإطلالاتها الجميلة تظهر في هذا العمل بشخصية مختلفة تماماً، حيث لم تجد مانعاً من قيام فريق العمل بإظهارها سمينة أكثر مما هي عليه، إضافة إلى وضع بعض العلامات على وجهها. وكثيراً ما تحدثت نجم الدين عن دورها معلنة أنه تحدي وقاسي على صعيد المضمون أيضا، دون أن تكترث للشكل الذي ستظهر عليه لصالح الشخصية، وستكون نجمة رابعة ينتظرها الجمهور في رمضان المقبل. كسمة بتكبر وتصير حقيقة، والحقيقة نفسها بتصير كسمة.